الحمد لله. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والمقصود بالجلباب هي أن تستر المرأة بدنها بحيث أنها لا تظهر شيء من اللباس الذي يلفت النظر إليها، يلفت النظر إليها ويحرك الساكن والراكب. هذا هو الأصل. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه حينما فسر هذه الآية ذكر بأن الجلباب هو الذي يأتي من أعلى الرأس إلى أخمص الخدمين، يعني تغطي جميع بدنها. وهذا هو الذي كان عليه العمل عند الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وأي لباس تلبسه المرأة يجعل هناك التفات من الناس ورمي بالأبصار وإشارة بالبنان، لا شك بأن هذا يعد مخالف للجلباب الشرعي وللحجاب الشرعي. الله جل وعلا قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. واستعمال لفظة الضرب دلالة على أن الحجاب يجب أن يكون محكما.